التحضيرات لإطلاق الدورة الثانية من معرض بيسور لأعمال البناء تجري على قدم وساق، والجهد ينصب على إنجاح واحد من أفضل المعارض التنموية في منطقة الغرب والشحار. المعرض الذي ينظمه فرع بيسور في الحزب التقدمي الاشتراكي برعاية النائب تيمور جملاط يعتبر خطوة نوعية في عالم المعارض، وهو يشكل منصة تتلاقى مع سعي الحزب التقدمي الاشتراكي لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب في القرى والمناطق. يمتد المعرض على مساحة 2500 متر مربع ويضم أكثر من 50 شركة تعنى بقطاع البناء ومستلزماته، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 4000 زائر. نحن كان عندنا تجربة سنة الماضية، كانت بداية التجارب تبعنا بهذا المعرض، كان شيء جديد علينا وعلى النطاق الحزبي، عمل جديد على النطاق الحزبي هذا المعرض، معرض للبناء. تفكيرنا كان متوجه أنه ندمج بين أفكار الشباب اللي هي أصحاب المصالح وأصحاب المهن الحرة والمؤسسات المتوسطة والكبيرة. جانا شركات كتير كبيرة على صعيد البلد، سنة الماضي كنا بالمنطقة، السنة لا توسعنا على صعيد البلد، صار انتشار. النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من المعرض العام الماضي شجع الكثير من العارضين وأصحاب المهن والشركات الكبيرة على الاشتراك هذا العام، إذ بالإضافة إلى الدور التقليدي للمعارض في جمع العرض مع الطلب وتوفير بيئة مناسبة للتواصل والتعاون، فإن معرض بيسور يعتبر بمكانه وتوقيته محطة اقتصادية أساسية وفرصة تنموية للمنطقة، خصوصا بظل حالة جمود التي يشهدها قطاع البناء. اللي شارك معنا سنة الماضي بستاند واحد هو خبرنا وهو تواصل معنا، ولما نحن عملنا تواصل نحن وياه قال أنا استفدت على مدى سنة من فترة المعرض اللي عملتوه سنة الماضي، لا أنا رح كون معكم وبأكثر من ستاند وبأكثر من مطرح رح كون معكم. يفتتح المعرض نهار الخميس في 10 آب الساعة 7 مساء ويستمر لغاية نهار الأحد، ويعتبر فرصة مميزة للاطلاع على كل جديد ومميز في عالم البناء.